هاي. متلازمة البط العائم أو دك سيندروم هي المبالغة بالتظاهر بالكمال والمثالية وإظهار كفاءة وقدرة على إنجاز المهام بهدوء وثقة، بالتزامن مع صراعات داخلية ومعاناة من القلق والتوتر والشك الدائم بهالقدرات. نشأ المصطلح من فكرة البطة يلي بترفع راسها فوق المي وكأنها عم تسبح بدون جهد، بالوقت يلي حركتها تحت المي نشيطة للحفاظ على توازنها وتجنب الغرق. تنتشر هالمتلازمة بالأوساط الأكاديمية والمهنية بشكل خاص بين الأفراد أصحاب الإنجازات العالية، وتم تعريفها للمرة الأولى بجامعة ستانفورد بسبب البيئة التنافسية يلي بتفرضها الدراسة بالجامعة. الأسباب يلي بتعزز الإصابة بهالمتلازمة هي السعي الدائم للكمال ووضع معايير غير واقعية والاهتمام المفرط من قبل الأهل أو ارتفاع سقف توقعاتهم. مين قال إنه وسائل التواصل الاجتماعي عم بتعزز هالظاهرة لأنها بتسمح للمستخدمين بتقديم نسخ معدلة من حياتهم؟ أنا قال. شوفكم بكرة.